ايه حاضر حطي لها. تقبريني لك دخيلة الوش مثل القمر. ليك اعطيني الحمرة الزهر. يا سلام عروس عروس. فرقت كتير. شفتي شلون تقبريني؟ مو قلنا لك رح نحل الموضوع؟ قومي قومي شوفي حالك على المراية. ياي شو حلو. عن جد يا جماعة أنا ما عارفة كيف بدي أتشكركم. عن جد شكرا كتير. ولا يهمك، اعتبري حالك ببيت أهلك، ما بيصير إلا اللي بيرضيك وبيرضي رب العالمين. لك إن شاء الله ألف مبروك يا حبيبة قلبي. ميرسي عقبال عندك. بس أنا خايفة إذا دري بابا شو رح يعمل لي؟ لا تخافي حبيبتي لا تخافي، بعد كاتب الكتاب بيروح أبو فؤاد لعند أبوكي وبيشرح له الموضوع، وأكيد أهلك ما رح يعارضوا ورح يقبلوا بالأمر الواقع. هيك قلتك يا رب.